سمعنا ديك بانكي مونغلش هضر على الصحراء اللي غيعطيوها للجزائر، وحنا ما بغيناش، جايين هنايا نناضلوا على حساب المغرب ديالنا. شكون هو بانكي مون؟ بانكي مون هو الاتحاد الدستوري. انت مزيان عمو بزديتي. بانكي مون تجاوز الحدود ديالو، المسؤوليه ديالو اولا المسؤوليه ديالو كتجلى في الصلح، في الحكمه، في اليقظه. اما السلوكات المتهوره، الدفع باللامجهول، يعني بعيد كل البعد عن اللي كنعرفوا على الامم. الامم المتحده كتدفع في اتجاه السلام بالدرجه الاولى. الرايه هي الرايه اللي هو ركع لها الخبيث، ركع للرايه ديال البوليزاريو، ركع للرايه ديال اللي نقولها له. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. هي قضيه الشعب، يعني ممكن نختلفوا على بعض القضايا مع الدولة أو مع النظام، لكن عندما تمس وحدة الترابية يعني كيولي شعب واحد. صحراء هنا مهما كلفنا الأمر. بولكيمون ما كنعترضش به بتاتا، لأن خرج على القواعد، الإنسان تيخرج على القواعد ما كتكونش عنده أصل. هو الغدار، هو اللي كيتقول بشي كلمات خايبين. الله يعطيه تكسيدة، الله يشتل الشمل ديالو. الدولية بعرض الحائط، لأن المغرب ما كيحتلش الصحراء، هو استرجاع الصحراء ديالو اللي كانت مغتصبة منه عن طريق المحكمة الدولية. بلا جمهور الجزائر عطاوه الدب، عطاوه الفلوس. البركيمون كان خاصو يكون إنسان محايد. البركيمون واش تحاز الأعداء الوحدة الترابية، ولهذا فصحح الأخطاء ديالو ويقول المغاربة اسمحوا لي كشعب كمالك. كذبوه في كل شيء داك الشيء، وحنايا ما معترفينش به، والميرونسو خصو يرحل من عندنا من الاقاليم الجنوبيه، وحنا جنديات مجندات لدفاع عن وحده ترابنا من طنجه للكويره. افراد الاحتلال يرتو هو كامين عام منظمه كالامم المتحده ما خاصو يعود مع حد ضد حد. وحنا ندوا بهذا القرار ديالو، وندوا بالزياره ديالو لبير الحلو، وندوا منطقه المطار تلفتيني. خليني نتكلم بعدين. بانكيمون عرفتي بانكيمون راه داير له الشرطه على وجهه، قتلوه هنا في المغرب. هذا خينا اللي باغي يدير لنا، واحد هو كان سفير في الجزائر، هو كيتحوز ليهم باش يعني يعطاو شي سوا كبيره ولا هادي، حيت ما بقى ليه والو وغادي يمشي بحالو. وديما مغربيه ونبقاو مغاربه ونموتوا على الصحراء بالروح بالدم. نفديك يا وطن. الوليده صفت العاقه، الصحراء باقه. الو الوليده صفت العاقه، الصحراء باقه. اسمنا اللي لكم دينكم ولي دين.